احنا فضلنا معاها لغايه ما اتخدرت يا ابني. انت ازاي تعمل كده وانت مش خايف على روحك؟ في ايه يا ورد؟ وقت الكلام ده؟ يا جماعه انا لو حصل لي حاجه امي في رقبتكم. يا ابني ملوش لازمه الكلام ده، ان شاء الله هتقوموا انتوا الاثنين بالسلام. صلاح يا حبيبي، امي في رقبتك ليه يوم الدين؟ متقولش كده يا غالي، ان شاء الله ربنا يقومك ويقومها بالسلامه ونرجع تاني نتشعبط في رقبتك كده زي زمان. متقلقش يا كبير، ان شاء الله خير. يا رب يا رب.